I now give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic to introduce a statement by the Deputy Prime Minister. شكرا السيد الرئيس. يسعدني أن أقدم البيان المسجل مسبقا للسيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أمام جلسة المناقشة العامة للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشكرا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بناء على توافق عالمي محوره حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي شكل لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. ولكن السؤال، أين نحن من كل ذلك؟ هل تحكم هذه المبادئ والقيم فعلاً العلاقات الدولية في عالم اليوم؟ أم باتت مجرد شعارات للاستهلاك السياسي والإعلامي؟ إذا أردنا ألا نخدع أنفسنا فالجواب واضح، وهو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة واستقرت عليها القوانين والأعراف الدولية، وذلك بسبب قيام بعض الحكومات بفرض أجنداتها الخاصة بطرق غير شرعية على الدول الأخرى، وتسخير الأمم المتحدة لتكون مجرد أداة لتحقيق هذه الأجندات لا أكثر. وللمفارقة، فقد تم اختيار عنوان المستقبل الذي نصبو إليه والأمم المتحدة التي ننشدها، إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية ومواجهة كوفيد-19 من خلال العمل الفعال متعدد الأطراف، وذلك كموضوع رئيسي للمناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الحالية. ولكن وبكل صراحة، إن واقع اليوم لا ينبئ بالمستقبل الذي نسبو إليه ولا يعكس الأمم المتحدة التي ننشدها، فنحن نسبو إلى مستقبل آمن ومزدهر بدون إرهاب واحتلال وعقوبات لا إنسانية، مستقبل يسوده القانون الدولي والحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب. إننا ننشد أمماً متحدة ملتزمة بميثاقها ومبادئها وأهدافها، وتقف ضد الحروب والنزاعات وداعميها بشكل لا لبس فيه. أمماً متحدة تقدم الدعم لأعضائها بعيداً عن التسييس والتدخلات غير الشرعية وعن محاولات تفتيت الدول والمجتمعات. هذا ما كنا دائما نصبو إليه وما ننشده اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 التي شكلت تحديا إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا عالميا لا يميز بين دولة وأخرى، وفرضت ظروفا استثنائية إلى درجة أننا أضحينا نخاطب بعضنا البعض عن بعد وعبر بيانات مسجلة مسبقا. ولكن المهم هنا، هل هذا الواقع سيدفع البعض إلى أن يضع حساباته الضيقة جانبا وأن يعيد توجيه بوصلته إلى الطريق الصحيح؟ المطلوب اليوم هو أن نواجه معا هذه الجائحة عبر العمل المشترك متعدد الأطراف وبالأفعال للأقوال، وصولاً إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات
وتفعيلا حقيقي لمسار التنمية المستدامة للجميع. هذا ما نأمله وما نسعى إليه، ولكن للأسف ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكسا لذلك تماما، وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية. فبدلا من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة كوفيد-19 في كل دول العالم، شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات، لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية، بما في ذلك ما يسمى قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ولكن الأصح أن تتم تسميته قانون قيصر لخنق المدنيين في سوريا. فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة كوفيد-19 يحمي المدنيين أو يحرمهم من العلاج والتعافي؟ هل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سوريا تخدم السوريين أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا وتعيق عودة اللاجئين والنازحين؟ هل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سوريا تحمي المدنيين أيضا؟ أم تمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء؟ القائمة تطول هنا، ولكن الواضح أن الهدف من هذا القانون هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بذات الوحشية التي خنق بها جورج فلويد وآخرين في الولايات المتحدة، وتلك التي تخنق بها إسرائيل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا. فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة. نحن وإذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح، وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع، وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللا إنساني القبيح، فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. السيد الرئيس، إننا جميعا نشدد في بياناتنا وتصريحاتنا بأن الإرهاب ما زال يمثل خطرا مستمرا على الاستقرار والازدهار في مختلف مناطق العالم، وأنه يشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين. ولكن المؤسف هنا أن البعض، إن لم نقل الكثير، لم يقرن الأقوال بالأفعال، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما زالت حبيسة أرشيف الأمم المتحدة، وبالتالي لم يرقى عملنا الجماعي إلى حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب، بل على العكس، هناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه وينقله من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لتحقيق أجنداته المشبوهة. وبالطبع عندما نتحدث عن دعم الإرهاب واستثماره، فإن النظام التركي الحالي يفرض نفسه بقوة بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سوريا والمنطقة. فهذا النظام سهل دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، وما زال يقدم كل أشكال الدعم لجبهة النصرة وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين، ويمارس سياسة التتريك والتهجير القسري في الأراضي التي يحتلها
في سوريا، بل لا بل استخدم العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم للاحتلال التركي، وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم، مع كل ما يحمل ذلك من صعوبات وخطر على حياة هؤلاء المدنيين، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19. وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. وهذا السلوك بالمناسبة يحمل نفس الفكر الإجرامي الذي مارسه الإرهابيون عندما قطعوا المياه عن ملايين المدنيين في دمشق عام 2017، وطبعا دون أن يحرك مدعو حقوق الإنسان ساكنا. هذا ناهيك عن عدم التزام النظام التركي بمخرجات اجتماعات أستانا وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب ونقله الإرهابيين والمرتزقة، مما يطلق عليهم البعض اسم المعارضة المعتدلة في سوريا، من سوريا إلى ليبيا، والاعتداء على سيادة العراق والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية، ومحاولة الصدوا على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية، ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته التي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. السيد الرئيس، إن استمرار تواجد القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية، ولن تدخر الجمهورية العربية السورية جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي. وكل الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية، هي جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، وتشكل انتهاكا سافرا لسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها. وفي هذا السياق نجدد إدانتنا لكل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي المزعوم منذ تدخله اللاشرعي واللا قانوني في سوريا بحق المواطنين السوريين في الجزيرة العربية السورية، ومنها سرقة النفط والثروات ومنع الفلاحين من تسويق القمح لمراكز الدولة السورية. هذا ناهيك عن الاعتداء على حواجز الجيش السوري والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية. وهنا لن يفوتني إدانة الممارسات التي ترتكبها ما يسمى ميليشيات قصد الانفصالية، من تآمر على وحدة سوريا وشعبها ونهب لثرواتها، هذا إضافة إلى اعتقال وقتل المدنيين المناهضين لإجراءاتها في شمال شرق سوريا، واغتيال عدد من رموز المنطقة. وباختصار أن أقول لهؤلاء: كونوا مع وطنكم وتعلموا من دروس التاريخ قبل فوات الأوان. وللتعبير عن موقفنا من كل ما سبق، ليس أبلغ مما قاله السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخب، وأقتبس: في خضم هذا المخاض العالمي وفي قلبه هذه الفوضى وما تحدثه من غبار مليء بالخداع والأكاذيب، لا شيء يشوش رؤيتنا أو يجعلنا نخطئ هدفنا. فكما أن محور سياسة أعدائنا هو دعم الإرهاب، فمحور سياستنا هو الاستمرار في ضرب الإرهاب وتحرير ما تبقى من الأراضي لصيانة وحدة أرضنا وحماية شعبنا. والتوقيت تحدده جاهزية قواتنا المسلحة لخوض المعارك المخططة، وعندما نخوضها
لا فرق عندنا بين إرهابي محلي ومستورد، ولا بين إرهابي وجندي محتل، ولا بين صهيوني وتركي وأمريكي، فعلى أرضنا كلهم أعداؤنا. انتهى الاقتباس. وفي هذا الصدد لا بد لنا وأن نثمن عاليا تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري، صاحب الفضل الأول فيما حققناه من إنجازات استثنائية في محاربة الإرهاب، وأن نشكر الحلفاء والأصدقاء على دعمهم ومساعدتهم القيمة في هذه المعركة النبيلة. السيد الرئيس، لم تتخلف الحكومة السورية يوما عن الانخراط في المسار السياسي، حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا، كما تعاطينا بإيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة لمناقشة الدستور، وانخراطنا في حوار جاد وبناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، مما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف. نحن وإذ نأمل أن تنجح اللجنة في المهمة الموكلة إليها، فإننا نؤكد بأن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها بأي طريقة كانت ومن قبل أي كان. فاللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر كيفية سير أعمالها والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، وذلك بحيث تتم كل هذه العملية من ألفها إلى يائها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده. السيد الرئيس، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في الجولان السوري المحتل منذ العام 67، بما في ذلك الاستيطان والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسرقة موارد الجولان الطبيعية، وأضافت إلى ذلك خلال السنوات الماضية تقديم الدعم للإرهابيين والعدوان المتكرر على الأراضي السورية. واللافت أن كل هذه الانتهاكات تجري في ظل صمت دولي مطبق مما يسمى المجتمع الدولي، لا بل هناك من يدعم إسرائيل في كل ذلك وفي تكريس الاحتلال، وهو الأمر الذي يظهر مجددا حجم النفاق والتوظيف السياسي الذي تمارسه هذه الدول فيما يخص حقوق الإنسان. ولكن على أي حال، حالم من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها بلاد سوريا ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضا سورية نناضل من أجل استعادتها الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران العام 67، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم. وكل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والقرارات الأمريكية مهما كان شكلها لن تغير شيئا في ذلك على الأطلاق، وهي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. السيد الرئيس، تؤكد سوريا على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 67، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وتحمل الدول الداعمة لإسرائيل تبعات استمرار هذه الجرائم، وأن أي قرارات أو إجراءات أو صفقات لا تتوافق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلا ومضمونا، وهي غير قابلة للحياة أصلا. السيد الرئيس، تعيد بلادي تأكيد دعمها لموقف جمهورية إيران الإسلامية في مواجهة السياسة الأمريكية الرامية إلى تقويض الاتفاق النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتؤكد بأن هذه السياسة إنما تظهر مدى استهتار الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي وعدم احترامها لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، كما تدين سوريا الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على كوبا وفنزويلا، وتؤكد على ضرورة احترام حقوقهما السيادية وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية بأي شكل من الأشكال. وشكراً. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Singapore to introduce a statement by the minister.